ليش وراه تعداو عنا الناس وانا بيبان وانا الطوموبيله كترزق بها الله خدام عند شي ناس بها وانا دابا انت الطوموبيله مارسه ليا السلام عليكم. اخويا سد سد جميله كانت حاضره جميله مينا مينا الو السلام عليكم خويا خويا حنا ناعسين حتى كنسمعوا الغوت باق باق طليت من الشرجم حتى لقيتهم كيهرسوا لنا في الطوموبيل ديالنا هازين السيوفه واش داير الكره بعضياتهم وقال لك وما كاين لا تدخل لا جاو حتى الاخر عاد جاو البوليس تعيطنا لهم ديما هادشي واقع ما بين شيرا ديما واقع هادشي راه ديما ضرب الطلبه وضرب ضرب بالعالي وضرب الطلبه وضرب كبير ديما هادشي راه يوميا هادشي يوميا 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 هادشي ونجوا للسلطه تدخل شويه هادشي اللي كنت دوروا عليهم يجمعوهم باللي يجمعوهم من ديورهم معروفين هما معروفين معروفين كيطرى نفس السيناريو كيعاودوا معروفين معروفين خصهم كيجي حتى الاخر كيجي كيهربوا حنا اللي كنبقاو مكرفسين هادشي اللي كاين اخويا الطوموبيل السيد كيترزق عليها الله وكيدي فيها السيد كنغوت 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 بدون جين قاصدين يا سيري لا لا تخلعت اخويا الطوموبيل خويا تهرت تعاقي تترزق عليها الله وادي ولا سمعتوا الضربه تسمعنا الضربه لا انا شفته طالع شفته طالع وكيخبط فيها كيدير كنقول ليه زقا 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 وما بغاش اخويا واش كان كيخبط فيها بزرواطه زرواطه وهزين السيوفه وهزين سميسه هزي واحد ما قدروش ما قدروا حتى واحد ما قدر يقرب لهم حتى واحد كيضربوا 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 خويا كيضربوا السلام عليكم خويا كنهضر على الطوابل ديالي انا راه كنبيع ونشريها في الحلال الله يرحم بها الوالدين بغيناكم تطلعوا عندنا للسوق ديال درب كبير وتشوفوا الساكنه وتشوفوا السوق ديال درب كبير كي ولا بقينا كنبيع ونشريو على خاطرنا ما بقينا كنديروا والو بالليل كنحط بالنهار كنحطوا سلعتنا وبالليل ما كنلقاوهاش علاش كيجيو كيتشايروا كيقلبوا لنا الطوابل ولكن الا بغيتوا ديروا الحل هادشي غتشدوا شي ثلاثه قاصرين ولا اربعه غتفيقوهم من الناس غديهم الكوميساريه غتادبوهم غيجبدوا لكم السميات كاملين باش هادشي دار لي حل هما يوميا البلباله بحال ما وكايا ويجي المخزن يجري عليهم يهربوا ويمشيو ينعسوا والغد لي مع الجوج ديال اللي نعاودوا نطيحوا في نفس المشكل هادشي راه بزاف الله يرحم بها الوالدين كنطلبوا من المسؤولين يديروا لنا حل الله يرحم بها الوالدين اكبر